ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. طبعا بقى إخوة يوسف دخلوا عليه في المرة القادمة معهم بنيامين ومطمئنين اللي هياخدوا الكيل كما وعدهم يوسف. فاختلى يوسف بأخيه وطمأنوا قالوا أنا أخوك إني أنا أخوك ولا تحزن ولا تأسف على ما فعلوه معي، ويفهموا إن في زي خطة كده علشان يبقى معه أخوه مع يوسف عليه السلام. إيه هي الخطة؟ فلما جهزهم بجهازهم يعني إدى لكل واحد الكلب بتاعه جعل السقاية. احفظ بقى معايا، السقاية هي الصواع، هي الإناء اللي بيشرب منه الملك، وقالوا إنه إناء ذهب وقيل إنه إناء فضة بس أكيد إنه إناء قيم، وقالوا كمان كان يستخدم في الكيل، ما برضو كان الموضوع فاللي كان بيشرب بيه كان اللي بياكل بيه واضح إن ممكن أظن يعني ده من حالات الإيه الشدة اللي كانوا فيها. فجعل السقاية أو الصواع أو إناء الملك اللي بيشرب منه في رحل أخيه اللي هو بنيامين. ثم أذن مؤذن، مش اللي بيأذن صلاة الظهر، لا يعني نادى مناد أيتها العير امسك الناس اللي ماشية دي انتوا سراق إنكم لسارقون. طبعا هم بمنتهى الثقة قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، طبعا يعني ما يخطرش على بالهم اللي هم يقعوا في هذا الأمر. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني هياخد حمل بعير زيادة، ودي كانت مكافأة ثمينة جدا جدا. وأنا به زعيم يعني إيه؟ ضامن، والزعيم في اللغة يعني الضامن. وسمى الزعيم زعيم المنطقة أو زعيم المكان زعيم لأن غالب الناس الكبراء دول يا أخوانا كانوا بيصلحوا بين الناس بضمان الأموال التي هي سبب الفرقة. متخانقين عشان 5000 جنيه هي في ذمتي والأسرتين تتصالح مع بعض وأنا ضامن لهذا المال، فهو بقى زعيم لهذا المال، فمنه أطلق الكبراء والوجهاء اسم الزعيم لأنه زعيم بجد بيتدخل ويحل المشاكل ويدفع من فلوسه. بس هو لو عملها عشان يبقى زعيم وياخد اللقب ما ياخدش أجر، بس بيعملها عشان ربنا أمر بالإصلاح بين الناس ياخد أجر. وده شيء جميل يا إخواني، يعني ممكن الجيران يتخانوا على 500 جنيه والعداد ممكن يتشال عشان 500 جنيه دول. إيه يعني أنت حضرتك لما تقول أنا علي 500 جنيه؟ من باب الإحسان إلى الجار ومن باب الإصلاح بين الناس، شيء طيب، معاني طيبة ممكن تتحقق يعني. فقالوا إحنا مش لاقيين الصواع بتاع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا كيف استجاز يوسف إنه يجعل السقاية في رحل أخيه؟ ما هو ما أخوه ما سرقش. قالوا يعني نوع من الحيلة نسبهم إلى السرقة. وقيل بقى لأن هو لما قال إنكم لسارقون كان يقصد سرقتكم ليوسف من أبيه من باب الإيه التورية، لكن قد يكون الأمر أصلا أمر موحى إليه لأجل مصلحة معينة، دي أمور غابت عننا. لكن القول الأقرب في المسألة اللي هو كان يقصد يعني عدم السرقة، كان يقصد سرقتكم ليوسف من أبيه، وبهذا فعلا أنتم سارقون.